السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم بعنوان اليوتيوب، سنتعرف على تطبيق ومنصة اليوتيوب ضمن الشبكات الاجتماعية. طبعا هذه المحاضرة تأتي ضمن مساق الإعلام الجديد لدى طلبة الصحافة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال في جامعة الإسراء. طبعا موقع اليوتيوب ستجدونه بهذا الشكل، جميعنا يعرفه، يو وكلمة تيوب. هذا هو خلفية التطبيق أو شعار اللي هو الموقع، زي ما انتم شايفين باللون الأحمر تيوب، واليو تأتي باللون الأسود، وكلمة تيوب داخل هو المربع الأحمر باللون الأبيض. وتجدون في أسفل التطبيق مكتوب برودكاست يور سيلف، برودكاست يور سيلف. طبعا عندما يتم التسجيل في حساب اللي هو الجيميل، قلنا انه مثلا انا اول ما اسجل اللي هو حساب جيميل، طبعا حساب الجيميل اللي هو في الجوجل، في اللي هو بلاي ستور او السوق بلاي، او لما انا اشتري جهاز جديد اول ما بعمل لازم انا اللي هو انشئ حساب جيميل. حساب الجيميل اللي هو بدخلني او بيكون عندي اللي هو في السوق اللي هو تاع الجهاز اللي هو اشتري فيه اللي هو جوجل بلاي، بيبقى تلقائيا بيسجلني فيه، تلقائيا بيسجلني في اليوتيوب، وتلقائيا نفس الحساب بيبقى لي اللي هو حساب على الجيميل صندوق الوارد، بيبقى لي حساب على الجوجل درايف، بيبقى لي اكثر من اللي هو الجيميل، بقدر استخدمه في اكثر تطبيق، بالذات تطبيقات جوجل جميعها بستخدمها من خلال اللي هو حسابي الجيميل. طبعا عندما يتم التسجيل في حساب الجيميل تلقائيا يصبح لك حساب، ويمكنك تفعيل طبعا قناتك على اليوتيوب، وتستطيع نشر جميع الفيديوهات التي تتعلق بك على هذا الموقع. أيضا يتم التحميل من خلال الضغط على كلمة تحميل في رأس الصفحة، ومن ثم نضغط اختيار الملف، وبعدها ندخل الوصف على الفيديو، ومن ثم الاسم، ونبدأ عملية التحميل. وبالتالي نستطيع تخصيص من سيشاهد هذا الفيديو من العامة، أو يكون مخصص إلى فئة معينة، أو يمكن الاحتفاظ به لمشاهدته لي أنا فقط. هذه طبعا واجهة البرنامج زي ما أنتم شايفينها. هذه بتكون اللي هو هان حسابك الجيميل، قناتك على اليوتيوب، من هنا تضيف وتنشئ المحتوى الذي تحتاجه. الأمر سهل جدا، من خلال جهاز الحاسوب أيضا، أو من خلال اللي هو جهاز الموبايل اللي موجود في إيدك، تقدر إنك أنت تضيف اللي بدك إياه. بعض المعلومات نعرفها عن اليوتيوب قبل الدخول في التفاصيل. حقائق جميلة عن اليوتيوب، وحقائق مدهشة لا تعرفها عن اليوتيوب. هناك طن من البيانات ومعلومات وإحصائيات مثيرة للاهتمام، التي يمكن استخلاصها عن أشهر منصة للفيديو حول العالم، اليوتيوب. اليوم إن شاء الله سوف أعرفكم على بعض حقائق هذا العملاق كثالث موقع أكثر زيارة في العالم. دور باي بال في خلق يوتيوب، تم إنشاء يوتيوب بواسطة تشاد هيرلي وستيف تشين وجاود كريم في عام 2005، وهؤلاء المؤسسين الثلاثة لليوتيوب يعرفون أو يعرفون يعرفون بعضهم البعض، وذلك من خلال عملهم في شركة باي بال. وقد تم تمويل يوتيوب في البداية بالمكافآت التي حصلوا عليها عقب استحواذ شركة اي باي على باي بال. يوتيوب بدأ كموقع في البداية كموقع تعارف، اللي بدكم تعرفوه انه في البداية بدأ كموقع تعارف. طبعا المؤسسين الثلاثة لموقع يوتيوب لم تأتهم فكرة يوتيوب التي نعلم اليوم بها، بل كان الموقع في البداية موقع للتعارف. لكن في نهاية المطاف لم يعجب هذا الحال
هؤلاء الثلاثة. طبعا يعود الفضل، كل الفضل في الفضل الهام، وهو في فكرة اليوتيوب كما نعرفه اليوم، لحدثين مختلفين. كان الأول اللي هو عجز جاود كريم للعثور على لقطات فيديو ووردو بميلف يون يونيكشن، واللي هو جانت جاكسون على الإنترنت، والثاني عندما لم يتمكن هيرلي واتشون من مشاركة لقطات فيديو لحفل عشاء بسبب قيود مرفق البريد الإلكتروني. يوتيوب أحدثت مشاكل إلى اليوتيوب. طبعا هؤلاء المؤسسين، لو تلاحظوا هذا موقع اللي هو اليوتيوب، هذا هو اللي انتم شايفينه. طبعا يوتيوب أحدثت اللي هو مشاكل إلى هذا الموقع، تم تسجيل اسم النطاق باليوتيوب في يوم عيد الحب في عام 2005. مع ذلك بدأ زوار الموقع اللي هو اليوتيوب اللي هو هذا اللي شايفينه، هذا موقع يعني قديم، يخطئون في اسم الموقع صوتيا، فبدل أن يكتبوا يوتيوب يكتبون يوتيوب. لهذا رفعت الشركة المالكة لموقع اللي هو يوتيوب يوتيوب، لاحظوا إنه كل الفرقة بس حرفين زيادة، رفعت اللي هو الشركة المالكة لموقع يوتيوب دعوى قضائية ضد الشركة الصانعة ليوتيوب مدعية تضرر أعمالها من خلال الموقع، لكن تم رفض هذه المزاعم. أول فيديو يوتيوب هو هذا، هو أول فيديو تم رفعه على موقع اليوتيوب لأحد مؤسسيه جاود كريم بتاريخ 23 أبريل 2005، وكان عنوانه أنا في حديقة الحيوان. وصل طبعا إلى حد الآن ل 13 مليون مشاهدة، الفيديو الأكثر مشاهدة والفيديو الأكثر مشاهدة في اليوتيوب على الإطلاق للمغني الكوري الجنوبي بي اس واي بأغنيته الشهيرة كأنغام ستايل، وبلغت عدد مشاهدة الفيديو إلى حد كتابة هذه السطور إلى 1.8 مليار مشاهدة، أي أكثر من ربع سكان العالم. كذبة إبريل من يوتيوب: في إبريل من كل سنة تخلق يوتيوب كذبة غريبة، كان آخرها أن يتم بث مقطع فيديو قال فيه أن الموقع سوف يغلق خدماته نهائيا منتصف هذه الليلة ولمدة 10 ساعات القادمة، وذلك لاختيار الفيديو الأفضل منذ افتتاح الموقع قبل 8 أعوام. وقال رئيس مجلس إدارة يوتيوب سالار كالمنجار أنه حان الوقت لكي يتم اختيار أفضل فيديو تم نشره على الموقع خلال السنوات الماضية. يوتيوب، نتعرف على اليوتيوب والإحصائيات. هذه هي إحصائيات لليوتيوب بأنه أكثر من مليار مستخدم غير مكرر يزور يوتيوب كل شهر، يتم مشاهدة أكثر من 6 مليار ساعة من الفيديو كل شهر على موقع يوتيوب، والذي يساوي 684 ألف عام من المشاهدة شهريا، أي ساعة تقريبا لكل شخص على وجه الأرض. يتم تحميل 100 ساعة من الفيديو على يوتيوب كل دقيقة. 80% من زيارة اليوتيوب تأتي من خارج الولايات المتحدة. طريقة استخدام اليوتيوب مرفقة طبعا بالصور، وما هي هذا الموقع؟ طبعا كلنا بنعرف نستخدم اللي هو الموقع اليوتيوب بالإنجليزية يوتيوب، هو موقع ويب معروف متخصص بمشاركة الفيديو، ويسمح للمستخدمين برفع ومشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو بشكل مجاني. طبعا بعد إطلاق يوتيوب أصبح من السهل نشر الأفلام ليشاهدها المستخدمون حول العالم، وأصبح العديد من الهواة مثل الكوميديين والسياسيين والموسيقيين الذين ينشرون مقاطع مصورة بشكل مستمر. نوعية الملفات التي يتم الاعتماد عليها في موقع اليوتيوب هو الفيديو، ملفات الفيديو وملفات الصوت. ملفات الفيديو وملفات الصوت. بالنسبة لملفات الفيديو، يستخدم اليوتيوب تقنية الأدوبي فلاش لعرض الأفلام، لذلك يتطلب مشاهدة الأفلام تحميل البرنامج المشغل الفلاش. أما اللي هو الصوت، تحتوي الملفات المدفوعة في اليوتيوب على صوتيات بصيغة MP3، وبشكل افتراضي يكون نظام الصوت فردي.
ملاحظة هامة بأنه لا يتطلب تسجيل في اليوتيوب في حال وجد لديك حساب جيميل، لأن الجيميل يدعمك بحساب يوتيوب تلقائيا أثناء تسجيلك فيه. أهمية الاستفادة من اليوتيوب في عملنا الصحفي. طبعا مع الانتشار السريع لليوتيوب في العالم، جعل منه عنصرا رئيسيا لحياة كثير من الأفراد الذين يعتمدون عليه من أجل الحصول على الأخبار والمعلومات. ولهذا السبب فإنه من أهم العناصر التي تجعل الصحفي أمام موردا يورد فيه معلوماته، والأخبار التي يمتلكها إما تكون مكتوبة أو فيديو إلى جمهور واسع يتابعه ويعطيه ما فهمه من رسالته وانتقاداته عليها. وهذا يجعل الصحفي أمام طريق سريع يستعيد فيه الأثر الذي أحدثته رسالته، ألا وهي الفيديو الذي نشره ليشاهده جمهوره مرة أخرى، ولكن بطريقة عرض لموضوعه بشكل أفضل. كما أن اليوتيوب يعطي الصحفيون بثا مباشرا تلفزيونيا من خلال القناة التلفزيونية الموجودة فيه، ليثبت الصحفي ما يملكه مباشرة. كما أن اليوتيوب يحفظ مقاطع الفيديو ويؤرشفها، مما يسهل على الصحفي العودة إليها والاستفادة منها. وبوجود محرك بحث لمقاطع الفيديو بداخل الموقع، سهل على الصحفي الوصول إلى المعلومات ومقاطع الفيديو ليستفيد منها ويكتسب الخبرة بطريقة صنع المقاطع الفيلمية. طريقة طبعا استخدام حساب اليوتيوب مرفق، طبعا هتشوفوه في الصور من خلال الكتاب المطلوب معكم. قبل طبعا البدء بالعمل، بدك تذهب إلى حسابك في اليوتيوب من الجيميل، النقر عليه من قائمة التطبيقات، وتذهب مباشرة للموقع في حال كنت مسجل فيه. بتحمل طبعا ملف الفيديو، بتتبع الخطوات اللي موجودة في الصور، بتحدد ملف الفيديو من جهازك. طبعا سهل جدا اللي هو التعامل معه. كيفية البحث طبعا في اليوتيوب بالنسبة للصحفيين، طبعا بيتم تحميل ما يعادل 35 ساعة من مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب كل دقيقة. لا شك أن الهواتف الذكية قد ساهمت إلى حد كبير في ذلك. يمكن لأي شخص تحميل مقاطع فيديو على شبكة الإنترنت، بعضها يحتوي أخبارا تستحق النشر، وبعضها الآخر يمكن أن يكون مضيعة مطلقة للوقت. من مقطع فيديو لمشاهد البركان في أيسلندا، وصولا إلى مقاطع فيديو لاحتفال بعيد الميلاد. طبعا كيف يمكن للصحفي في مركز للأخبار البحث عن الموضوع الساخن والحيوي الذي يستحق البحث في اليوتيوب بأوامر بسيطة؟ موقع اليوتيوب أصبح من ضمن النشاط اليومي. طب ماشي، ومع أن البحث في اليوتيوب سهل بما فيه الكفاية، إلى أنه باستخدام بعض الأوامر. يعني من خلال هذه الأوامر ممكن إحنا نبحث عن شيء معين. يعني لو إحنا بدنا نعثر على قناة معينة، ممكن نكتب اللي هو تشانل أو اللي هو تي دوز، وقوم هذا الأمر بالبحث عن قناة يحوي اسمها على اللي هو تي دوز. تحديد مثلا تاريخ الفيديو، بدك تحط اللي هو ذا ويك، وتحط اللي هو هنا تابلت. تمام، سيقوم هذا الأمر بالبحث عن الفيديوهات التي تم وضعها هذا الأسبوع تحتوي على كلمة تابلت، ويمكن استخدام اللي هو توداي أو ذات أو ذس اللي هو مونث لتحديد الفيديوهات التي نشرت في نفس اليوم ونفس الشهر. طبعا في البحث في المصادر الرسمية، وفي اللي هو بنكتب اللي هو برضو أفلام كاملة على اليوتيوب، برضو ممكن تكتب اللي هو موفي اللي هو تحط اللي هو هذه اللي هو الرموز جاكي أو جاكي شان مثلا موفي. لو حطيت كلمة موفي وحطيت كلمة جاكي شان، راح يجيب لك كل الأفلام اللي تتعلق اللي هو في جاكي شان، الأفلام الكاملة. طبعا بدك مقاطع بدقة عالية، بدك تحط ال اتش دي، وبعدين بتحط اللي هو مايكروسوفت، حيجيب لك كل اللي هو مقاطع اللي هو المايكروسوفت ال اتش دي اللي هو بجودة عالية. مثلا ال 3 دي حيجيب لك اللي هو بال 3 دي اللي هو انيميشن. برضو بلاي ليست اللي هو فان، برضو هجيب لك اللي هو كل المقاطع المضحكة من خلال اللي هو إشارة البحث. طبعا انتوا كلكم بتكتبوا في إشارة البحث، ما بنكتب اللي هو هذه الرموز. بلاي ليست اللي هو قوائم الفيديو، ممكن اللي هو لونج اللي هو نعثر على المقاطع الطويلة لونج، بتحط اللي هو توم اند جيري مثلا، هذه اللي هو توم اند جيري مقاطع طويلة اللي هو للقط والفار.
يعني البحث الصارم، أيضا البحث الصارم سيقوم بالبحث عن المقاطع التي تحتوي عنوانها بالضبط، يعني بدناش أي شيء، لازم تكتب هذا الأمر اللي هو دايرة 3 استانت، وتحط اللي هو إشارة اللي هو هذه الإشارة والنقطتين، وبتكتب زي ما أنت شايف هذه الكلمة، مثلا هذه الكلمة اللي بدك إياها، مثلا تكتب مثلا الرئيس، فلسطين، الأقصى، المزج بين الأوامر. طبعا ممكن تحط أكثر من اللي هو أمر، ولا تستوقف باستخدام كل هذه الأوامر على حدة، قم بمزجها لتحصل على مبتغاك بدورة واحدة كما هو الحال، لأنه في ملايين من الفيديوهات بتقدر أنت من خلال هذه الأوامر تحصل عليها وتقننها، وتلزمك طبعا في عملك الصحفي وتحملها. طبعا للعثور على مقاطع فيديو ذات قيمة إخبارية على الإنترنت، هذه أهم الطرق التي جمعت من قبل شبكة الصحفيين الدوليين من خلال حلقة انعقدت عبر الإنترنت خاصة بالصحفيين. عالجت طبعا موضوع العثور على مقاطع فيديو ذات قيمة إخبارية على الإنترنت، نظمتها طبعا جمعية الأخبار الإلكترونية والإذاعة والتلفزيون اللي هي آرت دنا، طبعا هذه اللي هو الجمعية الأخبار الإلكترونية والإذاعية، وحضر فيها طبعا كيفن ألوكو مدير يوتيوب تراندز. وهناك عدد من الطرق التي يمكن أن تستخدمها للعثور على الفيديو الرائج، بأنك أول شيء لازم تبدأ بزيارة اليوتيوب تشارتس، حيث يمكنك تصفح مقاطع الفيديو الأكثر شعبية في يوم معين من الأسبوع أو الشهر أو في منطقة معينة. حدد بحثك وفقا لاهتماماتك واهتمامات جمهورك، ما يبدو مهما في منطقة ما قد لا يكون كذلك في بلد آخر. طبعا اللي هو هذه الرموز اللي هو مثلا السيتي زينت يوبي، هو المكان الذي تبحث فيه عن مقاطع الأخبار العاجلة. يتم التعاون طبعا في قم اللي هو سيتي زينتيوب مع فريق اللي هو ستوري فول، حيث ينشر كم هائل من المقاطع في هذا القسم من الفيديو مجمع من الأحداث العالمية الكبرى. على سبيل المثال يمكنك العثور على قائمة بمقاطع الفيديو التي يتم تحميلها يوميا خلال ثورة يناير 2011 في مصر، ومتابعة تطوراتها منذ البداية وحتى الساعة. استخدام خاصية البحث، من الواضح للجميع أهمية استخدام خاصية البحث، لكن استخدام كلمات البحث بدقة أكبر، ثم اعمد إلى الفلترة قدر الإمكان وبحسب المدينة أو البلد. وغالبا عند حدوث خبر عاجل لا يزال الضغط على البحث اللي هو السيرش هو الطريق الأكثر فعالية للعثور على مقاطع الفيديو بسرعة حول حدث معين. طبعا اللي هو يوتيوب ترند، يركز هذا القسم على تجميع جميع المقاطع المثيرة للاهتمام. أيضا هنا اللي هو ترندز داشبورد، ويمكن الوصول إليها من موقع اللي هو ترندز. تقوم هذه الخدمة اليوتيوب عرضا لمقاطع الفيديو التي تم تناقلها بشكل كبير في بلد معين. يوتيوب للإعلام هو مركز للحصول على معلومات ذات قيمة إعلامية بما في ذلك تفاصيل الإجراءات التي يجب اتباعها لإعادة البث. طبعا فيديو المواطن للصحفيين، التحقق مقالة مترجمة، يعني أصبح فيديو المواطن الصحافة الشعبية، إذا يعني أداة قوية للتغطية الصحفية، إنه المواطن هو نفسه اللي بنزل اللي هو الفيديوهات زي ما انتم شايفين. مثال هنا شايفين كيف اللي هو هذا تصوير مواطن وليس تصوير لوكالة صحفية. ملاحظة سلسلة تدوينات فيديو صحافة المواطن التابعة لقناة حقوق الإنسان تناقش التغطية الإخبارية باستخدام مقاطع الفيديو من قبل الصحفيين المواطنين من شخصيات قيادية رائدة. طبعا في كتير مقالات في هذا الأمر، بدك تعثر على النسخة الأصلية، تصل بالمصدر الأصلي. هذا كله اللي هو حاجات طبعا من فوائد اللي هو اليوتيوب. طيب هنا العثور على معلومات مساندة، يعني بنقدر الآن نقوم بدراسة المحتوى ذات عن طريق الأسئلة التالية. يمكننا تحديد جغرافية اللقطات، شايفين زي مثلا من مستخدمي يوتيوب اللي هو عراقي هذا سبرينج، قمنا باستخدام خرائط جوجل للتحقق من أن صور القمر الصناعي لمسجد الزرقاء أدناه مطابقة لما جاء في اللقطة اللي شايفينها هذه. من جوجل مابس بتقدر انت تخش اللي هو تطبيق جوجل مابس وتشوف هل هو هذا المسجد، هو هذا المسجد اللي في الصورة ولا في غلط، مع حالة الطقس تتطابق مع ما جاء.
اللوحات التسجيل على السيارات وإشارات المرور واضحة. قامت سوريا بإنتاج المئات من الأمثلة الصادمة عن انتهاكات حقوق المنظمات الإخبارية، تقوم بنشر الفيديوهات المهتزة وغير الواضحة من المناطق اللي يمكن للصحفيين الوصول إليها. فعلى سبيل المثال، قبل أن هذا الفيديو يعرض لقطة للبحث، يعني أنا مثلا بقول لك إنه هذا الفيديو مثلا جابوه، هذا الفيديو إنه مزور وإنه كذب أصلا، ولا صحفي بيقدر يوصل لآن. وإنه لو شفنا كيف بدنا نتأكد؟ من خلال جوجل مابس، من خلال إشارات المرور، من خلال السيارات، من خلال الواجهات، هوية البلد. يتطابق الفيديو، قام الناشطون المحللون بنقل عدد القتلى والذين وصل مثلا. أنا كتير من الأمثلة بتدل على إنه مثلا استخدامه استخدام خاطئ. طبعا اليوتيوب هنا اللي هو اللايف، الميزة الأهم والرائعة والجميلة، برودكاست يور سيلف لايف. الكثير من أصحاب القنوات على منتدى الفيديوهات الأكبر بالعالم يسعون لتفعيل ميزة البث الحي المخصصة لأكبر القنوات من أجل بث المحاضرات والدروس، وأيضا الأحداث التي تجري بشكل مباشر. سامسونج وسوني وجوجل وآبل تستخدم هذه الميزة لبث مؤتمراتها والأحداث الخاصة بها ليشاهدها الملايين من مستخدمي اليوتيوب بشكل مباشر. الأمر ذاته أيضا ينطبق على القنوات التلفزيونية التي تستخدم الميزة لبعض برامجها وبثها مباشر على قناة اليوتيوب. على قناة اليوتيوب. هذا بالنسبة إلى موقع اليوتيوب. دعونا بالنسبة لموقع اليوتيوب نختصر هذا الأمر، ولندخل إن شاء الله في المحاضرة القادمة نتعرف على الفيسبوك. إلى هنا تنتهي محاضرة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.